معايا الكابتن القدير المدير الفني السابق لمنتخبنا الكابتن حسام البدري عشان يرد على الكلام ده. كابتن حسام كل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن ميد، وكل سنة وانت طيب والشعب المصري بخير، ورمضان كريم على الجميع يا رب. رمضان كريم عليك يا كابتن وعلى أسرتك وعلى كل أحبابك. كابتن حسام أكيد حضرتك تابعت تصريحات المهندس أحمد مجاهد النهاردة، والراجل يعني بيقول يعني مش عايز أقول اتهامات ولكن كلام واضح وصريح، السبب الرئيسي في تأخر تصنيفنا هو رفض الكابتن حسام البدري لخوض مباريات ودية في الوقت اللي طلب منه انه يخوض هذه المباريات عشان مصر تتقدم في تصنيف الفيفا. طبعا انا في البدايه عاوز اقول يا بيدو ان انا كنت ملتزم الصمت في الفتره اللي فاتت لفتره طويله جدا، والسبب الرئيسي اللي خلاني التزم الصمت طبعا هو كان ارتباط منتخب مصر بالمباريات سواء في البطوله العربيه او الامم الافريقيه وبعد كده المباراه الفاصله بالنسبه لكاس العالم. لكن يمكن انا ظهرت مع الاستاذه الاعلاميه بسمه وهبه وهي وجهت لي سؤال، وانا في البدايه برضه عاوز اوضح اجابتي على السؤال الخاص بالمدير الفني الخاص باتحاد الكوره واللي تم تعيينه. انا طبعا لم اوجه اي اهانه الى فنجاده، لان ساعه التصريح الغريب اللي صدر من احمد مجاهد لما كنت انا موجود معاه عشان وقتها كنت بناقش بعض الامور اللي خاصه بالمنتخب، لقيته بيعرض عليا الفكره اللي هي ان انا يعني هعين مدير فني لاتحاد الكوره اجنبي وانا معايا شويه كيروهات، وما تخلص همشي المدير الفني الاجنبي. فما كانش لسه اتعرض اسم مين المدير الفني اللي هيجي، فبالتالي انا لم اسيء الى فنجاده، لان انا وصلني ان فنجاده حتى للاسف انا عمري ما بحب انتقد مدرب ودي طبيعتي. في نفس الوقت لقيت ان فنجاده برضه بيتكلم باسلوب غريب. انا وقت ما احمد مجاهد صرح بالتصريح ده ما كانش لسه تم تعيين او لان هو قرر مين اللي هيجي، لكن هو قال لي الفكره نفسها، وطبعا انا التزمت الصمت لاني استغربت ان يصدر او التصريح ده يبقى من مسؤول بالشكل ده يقول لك انا هعين مدير فني وما تخلص اليوروهات همشيه، ودي طبعا حاجه برضه ما كانتش تخصني. انت لو عاوز تعين مدير فني انت رئيس اللجنه الثلاثيه وده شيء يخصك انت، لكن انا استغربت على القرار نفسه في طريقه عرضه وما اعرفش ايه اللي كان وراه، لكن هو ده انا قلت بمنتهى الصراحه اللي تم عرضه عليا، وكان طبعا يعني عليه علامه استفهام كبيره جدا. حضرتك بتؤكد احترامك الكبير لفنجاده وان انت لم طبعاً تقصد ابدا الاساءه ليه؟ لا طبعا، لان ما كانش لسه تم الاعلان على اسم المدير الفني اللي هيجي، هو احمد مجاهد كان بيقول لي على الفكره وانا استغربت ان مسؤول بيعرض عليا الفكره بهذا الشكل، ان انت لو عاوز تجيب مدير فني جيب مدير فني، لكن العرض نفسه كان غريب. ويمكن هو السؤال اللي توجه لي من الاستاذه بسمه وهبه هو اللي كان اثار الموضوع ده وهو اللي فتح الموضوع ده، وانا جاوبت بمنتهى الصراحه وانا متعود ان انا اجاوب بمنتهى الصراحه، فيمكن انا بقول كنت بلتزم الصمت، لكن تصريحات احمد مجاهد هي اللي اجبرتني طبعا ان انا اطلع تاني واكون معاك النهارده وارد على بعض الحاجات المهمه جدا. لان خليني اعيد واعيد تاني برضه واكد للراي العام، لابد يا جماعه ان احنا نبقى امناء جدا ولازم نناقش يعني الاخفاق اللي حصل في الفتره السابقه دي بشكل منطقي وشكل فيه اخلاص وشكل فيه حب لمصر والمنتخب مصر وحب للجماهير ونستفيد، بجانب ان انا بقول ان كل ارائي هتبقى اهدافها ان انا افيد للفتره الجايه والناس تستفيد برضو من الاخطاء اللي حصلت وما تتكررش الاخطاء ديت، لان طبعا احنا كلنا زعلانين على عدم التوفيق وعدم تاهلنا لكاس العالم، فده يمكن اللي خلاني اكون معاك النهارده واقول ان احنا نسينا برضو ان الظروف اللي انا توليت فيها المسؤوليه، كان الدوري موقوف 40 يوم بسبب طبعا كورونا، وبعد كده اما جاء استكمال المسابقه حصل بعد كده ان كان المنتخب الاولمبي عنده تصفيات الامم اللي كانت موجوده اللي هي المؤهله للاولمبياد كانت موجوده في مصر، وانا اضطريت برضه اسيب بعض اللاعبين الموجودين مع المنتخب الاولمبي، وابتديت مشواري انا بقول بعد 40 يوم من ايقاف الدوري العام بمباراه كينيا، وبعدين بعد كده لعبت جزر القمر بره وحصل
تعادل في المباراتين دي نتيجه لظروف كتيره جدا، ولعبت بعض العناصر انت لو تتذكر في بعض عناصر كانت اول مره تنضم الى المنتخب مصر، لكن الحمد لله حققنا افضل النتائج في ظل الظروف الصعبه دي. وبعد كده حصل توقف برضه، وبعدين ابتدينا المرحله اللي بعد كده اللي هي بتاعه توجو، ادينا مباراه كويسه، كسبنا هنا توجو 1 وكسبنا توجو في توجو 3-1، وابتدى بشكل كبير جدا وضوح ان احنا هنتاهل لبطوله الامم برغم ان الظروف كانت صعبه جدا. وابتدى المشوار ما تولى احمد مجاهد اللجنه الثلاثيه، كان اول مباراه اللي هي مباراه كينيا، وكان في استغراب كبير جدا بالرغم ان مباراه كينيا دي كان تحقيق اي نتيجه ايجابيه فيها، خلاص بنتاهل رسمي لبطوله الامم الافريقيه، لكن مع وجود احمد مجاهد انا حسيت طبعا ان الظروف صعبه جدا وان مش هيبقى في مسانده، وطلبت اكتر من مره يا ميدو ان يتم تعديل الجدول الدوري العام ويتم تجمعات للعيبه المحليه وعمل مباريات وديه للمباراه للمحليين بس بعيد عن الاجنده. وطبعا يمكن احمد مجاهد نفسه طلع خلال اليومين فات قال احنا ما كانش في عناد مع حسام البدري، لكن احنا كان لابد ان احنا نستكمل الدوري وكان صعب جدا ان احنا نكمل الدوري. طب ازاي كان يبقى في مسانده؟ انا مش حسام البدري، انا بتكلم مسانده المنتخب نفسه، اما كنت بطلب ان يبقى في تاجيل على اساس ان احنا نعمل حتى تجمعات بالمحليين ومباريات وديه بالمحليين ما كانش بيتم طبعا المسانده في القرارات دي. ويمكن هو اتكلم على اجنده شهر 6، شهر 6 لما اتكلم عليها كنت انا مطالب ان انا العب المباراه دي بتاعت شهر 6 بدون لعيبه الاهلي وبدون لعيبه الزمالك وبدون لعيبه بيراميدز اللي كانوا مرتبطين بارتباطات واللي هم بيمثلوا 90% من قوام المنتخب في الوقت نفسه، ان كان في جدول الدوري العام محطوط بعشوائيه كبيره جدا، اجهدت اللعيبه ومعظم اللعيبه اللي كانت عندها بطولات افريقيه مجهده بشكل كبير جدا، وطبعا مش ده كان السبب. كون ان انا اجي كمدرب واخد قرار ان اللعيبه المجهده دي ان انا طبعا تقوم عنديتهم، وطلب مني ان انا العب الاجنده دي بدون لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز، طب هلعب بمين؟ والمحترفين طبعا ما كانش جايين، انت لو تتذكر في الوقت ده كانت الفرق بتاعتهم بسبب كورونا قالت احنا رافضين اللعيبه تيجي في الاجنده دي ما دام هتبقى اجنده وديه، انت متذكر الوقت ده؟ ما دام هي اجنده وديه بنرفض ان اللعيبه بتاعتنا تيجي، وفي نفس الوقت لعيبه الاهلي وبيراميدز والزمالك مش هيبقوا موجودين معاك، طب يعني قوام المنتخب مش موجود معاك،